السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا كنشكركم على الدعم المتواصل ديال القناة، تفاعلتوا معنا في الفيديوهات اللي حنا البارح ديال ملعب أدرار بمدينة أكادير، كلكم كتعرفوا بأن هذه القناة هذه قناة متواضعة تهدف إلى الدفاع عن المدينة. راه واحد الفيديو تبارك الله راه جابينا شي 3600 ديال المشاركة، اللي ناقص فيه هو لي لايك، لأن ضروري فضلا وليس أمرا كنطالبوا من الساكنة ديال مدينة أكادير أنها تدفع لينا بلي لايك. علاش؟ دابا فاش هادوك ديال لي لايك فاش كديروا هذوك لي لايك كتسميتو خوارزمية ديال اليوتيوب كتعرف على القناة وكيبروبوزيوها بزاف. ما بغيتش انا دابا ندوز في الطريق السريع الحضري، هو الاول بغيت نوريكم المقر المؤقت لمطاعم السمك اللي بغا يجي، ولكن خصكم تجيو ونيغوسيو لي بري، نيغوسيو لي بري. عفاك انا غندوز حداهم، بعد استخدام راه على يد ديالي نوريكم هاد الطريق هادي دابا. هاد الطريق هادي دابا غادي الماء السلام عليكم. الماء هادي علاش غادي ياك ولا العين سخونه؟ تدات مونز ياك؟ تدات مونز ياك ماشي العين سخونه. المهم العين سخونه كلشي داكشي ايه صافي. اذا الطريق هادي الخوت، الطريق هادي الخوت كدي تدارت وانزا والعين سخونه باش تعقل. تدات وانزا العين سخونه، انا راه كاين واحد الرائحه كريهه ان كيلوحوا هنا النفايات في هذيك سميتها البركاسه، ولكن اون فوا غادي تحيدوا هاد مقاعد السمك. مقاعد ماشي مقاعد يعني زعما سي مشاريع قالي تربي هنا مقاعد، ولكن اون فوا غادي تحيدوا هاد مقاعد السمك من هنا راه ما غاديش تشبه عليكم دوك الطوار الكبار راه هما ديال الحديد. اون فوا غيتحيدو من هنا راه صافي. نوريكم الطريق ديال اش كيقولوا ليه الناس بغا اللي بغا يمشيو ولا كاديرو فيه، راه هو هذا، هو هذا الطريق، هي هذا الطريق. كاين اللي كيبغي يمشي في الطاكسي، كاين اللي كيبغي يمشي في الطوبيس، ولكن انا كان الناس كنقول لهم من الافضل انكم تمشيو في الطوبيس احسن لكم ارخص. اذا ها هما المقاهي، هاد المقاعد السمك راه هاهي الدخلة ديالهم، هي هادي، هي هادي الدخلة ديالهم. ولكن كنقول لكم دائما إل فو نيغوسيو لي بري، خصكم نيغوسيو لي بري عافاك صافي. يلاه هو هذا الفيديو الخوت، الفيديو فيه غير 3 دقائق.